السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باختصار في هذا الفيديو انا على موضوع فيزات لام الشمل، نظرا للاسئله اللي كنتلقاها بزاف، بالرغم انني درت فيديوهات بزاف على هذا الموضوع هذا، ولكن كنتلقى فيديوهات حول المده المستغرقه في سواء في المرحله ديال اي 130 ولا المرحله ديال الان في سي. كعلاش انا تعطل عليا الدوسي وعلاش الوراق ما كي كنحاول نتيليشارجيهم ما كيتيليشارجاش في الموقع ديال الان في سي. غادي نهضر على المده باختصار واخطاء اللي يجب ان تتفاداها اثناء عمل هذا الفورم. اولا اخي اختي، فيزات لام الشمل هي المواد ديال الفيزات اللي التحق الزوج بالزوجه او الزوجه بالزوج اللي كيعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه. هذا النوع ديال الفيزات بطبيعه الحال سهل جدا، ولكن نظرا للاخطاء اللي كترتكب اثناء المر البروسيس ديال هذه الفيزا كيخلي الدوسي ديالك يتعطل بزاف، وكذلك يمكن يطلبوا لك وثائق اكثر. علاش؟ لان فاش كتسرع باش انك تصيفط دغيا وما ضبطتيش الوثائق ديال، هنا كطيح في الخطا ديال ان ديال التعطال، لان فيما طلبوا لك شي ورقه كياخذ واحد لو طون ان يعاودوا يدرسوا الملف ديالك. اوكي، يعني المراحل اللي كدوز منها المرحله بطبيعه الحال كتمر من ثلاث مراحل اساسيه جدا. المرحله الاولى هي المرحله ديال اي 130 اللي كتعمر فيها الفورم ديال اي 130 اللي فيه معلومات ديال الزوج وكذلك معلومات ديال الزوجه اللي في المغرب ولا الجزائر ولا بلد اخر. اوكي، وفي هذا الفورم هذا كتعمر المعلومات الاساسيه، وغادي تحتاج يعني العقد الازدياد، تحتاج الشهادات ديال الجنسيه ولا الجرين كارد، تحتاج كل وثائق اللي كتعلق بالزوج اللي هنا في المتحدة الأمريكية. وفي هذا الفورم كيركزوا بزاف على المعلومات ديال الزوج. اوكي، يعني فاش كتصيب هذا الفورم كتخلص الفي هاد الشهادة، تدخل الموقع ديال يو اس اي اس وغتبرنتي ولا غتيليشارجي الفورم ديال اي 130 وغتعمر المعلومات اللي عندك تما، وحاول ما امكن انك ما ديرش فيهم اخطاء. والوثائق المطلوبه في ديال المصاحبه لهذا الفورم بطبيعه الحال درت فيديو خاص على الوثائق والطريقه باش كتيليشارجيهم الا جاتو الفيديوهات ديالي، هضرت في هذا الموضوع هذا بالتفصيل. اوكي اخواني، حاولوا ما امكن سواء الزوج ولا الزوجه اللي المقيمين في المنطقه المكيه ما يديروش اخطاء، لان بالخط كيقلبوا لي زادغيس ولا كيقلبوا في بلاصه الزوجه كيديروا الزوج، هما هنا بطبيعة كيبغيو يتاكدوا يعني اشنو سيرتو ملي كتصيفط الوثائق ديالك شهادات الجنسيه وكتصيفط الوثائق الاداريه ديالك وكيشوفوا داكشي مقلوب، يعني بطبيعه الحال غادي خصك تعاود داكشي ولا المهم هادشي خصك تضبط، راه ما فيش اشكاليات ما فيش شي حاجه صعيبه. هذا كيما قلت هضرت في هذا الموضوع هذا ديجا وشرحته بالتفصيل. اوكي اخوان، فاش كدو هاد المرحله بالضبط كتلقى بزاف الاسئله على المده ديال هذه المرحله، وجاوبت على هذه الاسئله هذه مرارا وتكرارا. انا المرحله ديال الاي 130 المرحله الاولى كتاخذ ما بين 6 شهور حتى العام، والمده كتختلف بطبيعه الحال، راه ماشي هذه مده يعني مده ماشي قاعده عامه ان المده هي قاعده عامه، وانما هذه المده كتختلف من مركز الى مركز اخر. وكذلك العامل الاخر اللي كيحدد المده هو واش عليهم الضغط ولا لا. فمثلا في زمن كورونا كان هناك ضغط كبير جدا، لان كي وصلت حتى عام ونص كي وصلت حتى العامين عاد تقبل لهم الفورم ديال اي 130. اوكي، ولكن في بعض الحالات ما كيكونش في ذاك المركز بزاف ديال الناس اللي دافعين طلبات في ذاك العام، بطبيعه الحال كدوز 6 شهور ولا بالخط 5 شهور بالخط 7 شهور كيدوز الفورم ديال اي 130 كيصيفطوا لك المرحله ديال الان في سي. اوكي اخواني، يعني مساله باش تكون واضحه بزاف، الا دخلتوا غير في الموقع ديال اليو اس اي اس وغتمشي البروسيسين تايم ديال الفورم اي 130 غادي تلقى ان المده ديال كل مركز، يعني على حسب النوع ديال الفيزا، مثلا فيزا السياحه ولا فيزا ديال سي ار 1 اي ار 1 ديال لام الشمل، كلك تلقى كل مده متابعه المركز. ولكن مع ذلك كما قلت العامل الاخر اللي كيحدد وكيحكم هو الضغط اللي عليهم في ذاك المركز. اوكي، المده كما قلت كتختلف من مركز الى مركز اخر. من بعد ما كيكون الفورم ديال الاي 130 تقبل كتجيك رساله، وفي هذه الرساله كيقول لك باللي راه الفورم بحال قلتي واحد لا سيرتيفيكاسيون ان الفورم ديال الاي 130 راه تقبل، يعني مبروك راه داز الفورم تقبل، الدوسي ديالك راه تحول من ناشونال من اليو اس اي اس راه داز ناشونال فيزا ستاندر اللي هو ان في سي. هنا كتولي دراسه ديال هذا الملف وكتولي واحد المرحله اخرى اللي هي مهمه جدا في هذا البروسيس، اللي من خلاله غادي تصيفط الوثائق اللي كتعلق بالزوجه. يعني فاش كيدوز الفورم اللي كيتعلق بالزوج غادي يدوز المرحله اللي كركزوا فيها هنا على الزوجه، وكذلك واحد النقطه اللي كركزوا عليها بزاف هو الفورم ديال افيدافيت سوبور، راه هضرت عليه ديجا في احد الفيديوهات. اوكي، يعني في المرحله ديال الان في سي هو انا كتصيفط الوثائق مثلا كعقد الزواج وكل مترجم، وغتصيفطهم غتصيفط لهم ديال العربيه وبالترجمه، وكذلك عقد الازدياد والفيش اونتروبيمتريك السجل هذا اللي من المحكمه
غادي تلشارجهم في الفورم، ومن طبيعه الحال غادي تعمر الفورم ديال افيدافيت سبورت اي اكس اكس 4. هذا الفورم هذا مهم جدا، هضرت عليه بالتفصيل، ومع ذلك بزاف الناس كيصيفطوا لهم كيتكبوا فيه اخطاء، وبالاخص اللي كيتسنى حتى لاست مينيت وعاد كيقلب على سبونسر. اوكي، يعني هادو اخطاء اللي كيخليوك من مورا الفورم ديال الاي وان ثوري تقبل، تقدر تمشي حتى 6 شهور 7 شهور، مع العلم ان هاد الفورم ديال المرحله ديال الان في سي راه كتاخذ شهرين بالكثير كتاخذ 3 شهور الا كان الوثائق ديالك مضبوطه 100%. اوكي، يعني علاش كنصح دائما رجل الامور ديالك وضبط الوثائق قبل ما تصيفط حتى شي حاجه باش ما تعرضش لهاد المشاكل هادو، انا تعطل لك الفورم ولا تعطل لك بقى يقول لك عطينا صيفطنا الورقه وهذا الى غير ذلك. اوكي، يعني ملي كتيليشارجي هاد الوثائق وبعض الاسئله اللي كنتلقاها بالمناسبه ان كنتيليشارجي الفورم وما كيبغيش يتيليشارجي ليا، ما يمكنش يتيليشارجي الفورم لان الا شتي في واحد الميساج كيتكتب فوق دوك الخانات ان خصك واحد الحجم ديال داك الفولدر، يعني خصك تكومبريسي، يعني ما تكومبريسي كتصيفط هذا الفورم هذا غادي يتيليشارجا اوتوماتيكمون، يعني بدون اي اشكال. اوكي، وفكان جو المرحله ديال الفورم ديال من بعد تفعل الفيز ديال افيدافي سبورت ديال الفورم ديال دي اس 260 كتجي المرحله ديال افيدافيتي اوف سبورت اللي هي اي 864. فاش كتعمر هذه ضروري خصك تسكنيها، شحال مره قلتها مرارا وتكرارا، راه واحد اخ صيفط ليا ان رجعوها لي وخص يعاود يعمرها وصيفطها ثاني، علاش حكت ما سيناهاش؟ وكتبين لك في الان في سي ان هذا الفورم ديال افيدافيت سبورت راه هو اللي ضر عليه الفيلم كامل، علاش؟ باش يتاكدوا انك انت كزوج تقدر تسيبورتي هذه السيده اللي غادي تجي معاك للولايات الامريكيه، لانك كتولي في المسؤوليه ديالك، داك الشيء علاش كيطلبوا لك الطاكس ديال 3 سنوات الاخيره اللي مع ذلك هضرت فيها ميرا وتكرام كتكتب فيها حتى هي اخطاء. كيجي شي واحد يلاه داير مثلا داير 22 22 23 وكيصيفط لهم وكيتفاجئ ملي كيقول ليه باللي خصك سبونسر وما كتصرتليش، علاش كيطلبوا لك سبونسر؟ لان ببساطه اخي فاش كتفايل الطاكس ديالك وذاك الرقم اللي كيكون عندك في الفورم تاع فوري ديال الطاكس ديالك ولا ديال تا ديال 199 داك الفورم فاش كداك الكروس، ماشي الكروس انكام ولكن راه ماشي هو الكروس اللي طالبين ليه، انا في بعد ديداكشن يلاه كتلقى 16 ولا 17000 دولار، يعني هما كيطلبوا الكروس يعني افتر ديداك يعني بعد ديداكشن، هنا باش يتاكدوا انك تقدر تسيبورتي الزوجه ديالك. بالنسبه لواحد غادي يجيب مرتو ما عندوش الابناء راه تقريبا 22 23000 دولار راه كافيه باش انه يسيبورتي الزوجه ديالو، ولا كانوا ابناء هذيك هضره اخرى. الموضوع اخر هو موضوع ديال السبونسر، شحال من واحد كيطلب سبونسر وفي الاخر كيرفضوا ليه، علاش؟ لان فاش كطلب سبونسر الا كان واحد سبونسر سينجل وعنده مثلا كيدير 30000 دولار ولا 25000 دولار راه اش غنقول لك، يعني لان خص حتى هو داخل حتى هو يعني غادي يزيد سبونسر جوج الناس، يعني حتى انت راك داخل انه سبونسر سبونسر واحد اخر، يعني خص تاكد ان شحال كيدير وشحال كيدير في الكروس انكم. مثلا واحد كيكون مثلا مزوج عنده ابناء وكيكون مثلا كيدير 40000 دولار، مثلا عنده زوج وزوجه عنده مثلا جوج ابناء ولا ثلاثه ابناء وكيلا كيدير 40000 دولار، ما غاديش يقبلوه لان ما غاديش يقدر يسيبورتي هذيك السيده من هذه الجهه مثلا، يعني المسائل خصك تاخذها بعين الاعتبار. اوكي، ومساله ديال الناس كيلقاو مشاكل في سبونسر لان خصك ديرها في الحسبان، لان صعيب تلقى سبونسر، علاش؟ لان قليل اللي غادي يعطيك الوثائق الشخصيه ديالو، علاش؟ لان باش تسبونسر واحد الشخص ضابط الهجره دابا كيطلبك تجيب له الوراق مثلا كشهادات الجنسيه والتاكس فورم ديالو، كل ما يتعلق بالتاكس غادي يعطيك كل المعلومات الشخصيه من بينها السوشيال سيكيورتي نمبر، يعطيك من معلومات لك ديال الانكامز ديالو، وقليل الناس اللي غادي يعطيوك هذه المعلومات لان معلومات خطيره جدا وجد جد جد سريه ان يعطيها لك شي واحد. دونك خصك هاد المسائل ديرها بعين تاخذها بعين الاعتبار وتقلب، تعطي الوقت لراسك باش تقلب، الا تاكدتي من راسك انك ما غاديش تقدر تسبونسري ديك السيده اعطي راسك الوقت بدا تقلب بكري، ما تبقاش حتى يجاوبك في الان في سي وتبدا تقول نشوف اش نجرب حدي ولا داك الشيء، راه ما فيش الضحك، وهما المساله كياخذوها بعين الاعتبار. اوكي، والمساله اخرى الملاحظه يعني بين قوسين، لاحظت مثلا فاش كتكون دار في واحد 3 سنين مزيان ودخلتي في السنه الاخرى اللي فايلتي فيها الطاكس، غادي نعطي مثال، مثلا درتي مثلا دابا في نفس سنه 2022، يعني عندنا الطاكس ديال 2021 وفايلت الطاكس ديال 2021 ودفعتي مثلا الزوجه ديالك غادي تكون عندها الانترفيو مثلا في نقولوا مثلا في من بعد ابريل وفايلتي ذاك العام، الا كنتي ثلاث سنوات درتي فيهم مزيان وشي ذاك العام الاخر راه غادي يطلبوا لك ذاك الطاكس
وحاول ما امكن دير فيه مزيان. الا درتي فيه قل غادي يطلبوا لك سبونسر، لان كيمشيو هما بالطاكس الاخر واخا كيطلبوا لك 3 سنين ضروري اخر طاكس اللي غادي يطلبوا اللي غادي يسولوك عليه بالطاكس ترانسكريبت والمسائل ديالو خص يكون كدير فيه القدر اللي هو مطلوب. اوكي اخواني، نتمنى المعلومات تاخذهم بعين الاعتبار. نبدا هادشي كلشي يدوز بخير وتقبل في المرحله ديال الان في سي، وقول لك راه كلشي الدوسي ديال الدوسي ديالك راه يعني كواليفايد، يعني غادي تدوز غتصيفط لك واحد الرساله بلي الدوسي ديالك راه غادي يدوز القنصليه في الدار البيضاء ولا في البلد اللي غادي تجيب منها اللي تلتحق منها الزوجه. هنا غادي يقول لك راه غادي يصيفط لك رساله ديال الانترفيو، وغتعطيك مثلا الى مشيتي للموقع ديال ان في سي غادي تلقى فيه الاسماء ديال الاطباء. مثلا حنا في المغرب عندنا ثلاثه الاطباء، غتختار واحد فيهم، عندنا طبيبه جوج طبيبات وطبيب، غتختار واحد فيهم اللي غادي يدوز عنده الانترفيو. اخواني، ملاحظه مهمه جدا، هو مجرد ما توصل برساله ديال المقابله خصك تاخد الرونديفو من عند الطبيب، لان كيكون عندهم واحد الضغط. الاخطرات ما كيعطوكش رونديفو على شهرين ولا ثلاث شهور وتقدر تدوز المقابله، عاد غادي يدوز الطبيب. هذه الملاحظه ثاني مزيان تهضرت عليها، هو ان بالخطرات كيعطيوك فاش كتعيط عليهم كتلقى عندهم ضغط، وكتلقى عندك الرونديفو ديال القنصلية قبل الرونديفو ديال الطبيب. هذا راه ماشي اشكال، ممكن تمشي للقنصلية تدوز الطبيب عادي. النهار غادي تدوز، النهار يجيك الرونديفو ديال الطبيبه ولا الطبيب غادي يدوز الطبيب، ومن بعد هما غادي يصيفطوا الدوسي، وغتمشي انت لارامكس تاخذ تدفع الباسبور ديالك مسائل، ولا تمشي تاخذ الباسبور ديالك. يعني ببساطه هادشي راه سهل بزاف، ما فيش التعقيدات، غير المساله هو ان تاخذ الموضوع بجديه وتضبط الوثائق ديالك باش ما تدخلش في المرحله ديال الاجراء الاداري وتزيد وقت اخر على وقت، وهادشي راه فيه شويه ديال ستريس. دونك حاول تتفادى قد ما قصت عليك ستريس، راه مزيان. اوكي اخواني، نتمنى نكون وصلت واحد القدر القليل من المعلومات. انا كادشي اللي كنقول كنحاول نشارك معكم التجربات اللي كنتلقى من عند الاشخاص الزملاء ديالي اللي يعني اللي جابوا الزوجات ديالهم، لا يلاه دافعين ولا اون بروسيس فيزا سياحه ولا غير ذلك. يعني كنحاول ما امكن نعطي التجارب الحيه اللي كنتلقاها من عند الاصدقاء. نتمنى لكم حظ موفق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.